وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والخبير الاستراتيجي حمود الرويس. سيد حمود، بداية ماذا تقول في الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران من حيث شمولها لكافة المشكلات التي تعنيها المنطقة والعالم بسبب التحركات الإيرانية؟ اهلا، حياكم الله وكل عام وانتم بخير. حقيقه اليوم نحن نستمع الى معالي وزير الخارجيه الامريكي وهو يستعرض سلبيات الاتفاق النووي في ابان الاداره الامريكيه السابقه، واستشهد بحديث وزير الخارجيه الامريكي انذاك عندما قال ان الاتفاق النووي سيهدف الى ايقاف النشاط النووي لايران، وان هذا الاتفاق لم يوقف ذلك النشاط، وان رفع العقوبات كما قال وزير الخارجيه السابق جون كيري ان هذا سيؤدي بالفائده على الشعب الايراني. وجد ان عند رفع العقوبات الاموال التي رجعت الى ايران لم يستفد منها المواطن الايراني، وذهبت لدعم الميليشيات خارج إيران. وأيضا قال أن هذه الفترة، فترة الاتفاق النووي في عهد أوباما، أعطت فرصة لإيران أن تتمدد في العديد من الدول وأن تدعم العديد من الميليشيات، وهذا دلالة على أن الاتفاق النووي لم يحقق ما وقع لأجله على هذا الاتفاق. لذلك عندما انسحب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، هو الهدف هو إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح ما. طيب الآن سيد حمود، في اعتقادك هل سيصمد النظام الإيراني طويلا أمام هذه العقوبات الأمريكية الجديدة بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني وفرض شروط صارمة هذه المرة؟ طبعا هو بالتأكيد سيحاول أن يكابر وأن يبرز للعالم أنه لم يتأثر ولن يتأثر ولن يرضخ لهذه العقوبات، ولكن باعتقادي هو الآن يتلقى العديد من الضربات، وتلقى ضربة دبلوماسية كبيرة بإلغاء الاتفاق، سياسية أيضا بهزائم في المنطقة، عسكريا هذه القوات الإسرائيلية ضربت 5 قيادات ولخمس مرات متتالية آخرها ليلة البارحة، أيضا اقتصاديا هي تتدمر اقتصاديا الآن، والتومان الإيراني في أقل مستوياته، اجتماعيا هناك ثورات داخلية وهناك امتعاض داخلي وهناك غليان داخل إيران، فهي على كل المستويات وعلى عناصر القوة هي تخسر. لذلك ستحاول أن تظهر للعالم أنها تصمد، ولكن لن تستطيع أن تصمد كثيرا، وفي نوفمبر ستطبق العقوبات فعليا، وعندها ستعود إيران لتنفيذ كل ما طلب منها وسياسها التي أعلنها اليوم بومبيو ستنفذ بحذافيرها، ولكن بعد أن تكابر قليلا، لأن خطاب بومبيو اليوم خاطب فيه الشعب الإيراني وقال أنتم تستحقون حياة أفضل من هذا، وبالتالي هناك إيعاز للمواطن الإيراني، وهذا ما تخشاه الحكومة الإيرانية من أن يزداد التحرك الداخلي في ظل هذا الدعم الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية للمواطن الإيراني، وبالتالي هي ستكون تحت ضغط اقتصادي سياسي دبلوماسي اجتماعي، وهذا مما سيجعلها ترضخ وتنفذ أخيرا، ومن هنا إلى نوفمبر سنرى كثيرا من التنازلات من الحكومة الإيرانية الحالية. إذن من الرياض الكاتب والخبير الاستراتيجي حمود الرويس، شكرا جزيلا لك.